شنو اسمها البلاصه هذه؟ البلاصه هذه خنقمور. خنقمور هي ولاد سلامه هني. ولاد سلامه تابعه باش باهي. انت شكون تعيش لهني؟ لا وش هيدي واحد سلفيه مريض بحثيها قالوا هي. شكون يطيب لهم؟ هاني يعني هنا هو اللي نكر عدي لهم الطيب لهم. شقان الفطر شنو طيبت اليوم مثلا؟ اللي جاب رب طريف شوربة وطريف ما واحدة مقرونة مرمي. كيفاش عايشة فيه الدار هيدي؟ هاز بس نعمل وليدي هذاك اللي كتب باش بس نعمل هذاك العمر كملناها انا باش نكملوه هني. تخافش تطيح عليك؟ طيحت بس نعمل وين بس نمشي وين بس نهرب ما عندي وين نمشي. ما نجمش نقعد عند لانسياب ما نجمش نقعد حتى عند حد نعيش لنا ونموت لنا هذاك هو وين مش نمشي ما عندي وين. لطف عليك وشكون يصرف عليكم شكون يجيب لكم؟ هنا كيك البنيات يعاونوا فيا بشوي كل مرة بنيات تبعث الحويجة وهذاك هو الأولاد واحد هاو بطال قاعد الآخر هانو يخدم عنده ولايد مريض يعني فيه عندو عروق في راسه مسكرة هذاك طلعوا هذي بحدي يا حاجة خنشوف هذي اشتحل بيه اسم الله بشوية طلع شنو هذيك شطيبي فيه هذيك طيب وعلي المرقة في الكوتكسي في كل شيء هذا شنو شو اسمه شنو قازك هذي هذيك طيب عليك طيب علي هذاك هو مالناش مش نعمل فيه البركة اللي عطاها ربي هذاك هو وهذي التلفزة هذي مازالت تمشي هذي طلع وريني يعني كيكة الدبدب تتفرجوا في شنو تتفرجوا؟ تفرجوا هكا في المسلسلات شوية وكهونة وشايب ونرقدوا لا عنا ما نحس هيك العشرة ونصلي العشي ونرقد على روح هذاك هو فعندي من نمشي لوندي الحمد لله بنياتي بعاد علي ما عندي حد الإخوة أخوة الرواحة وليد عمي وكل حد عايش وعلى روح أنا ما نزلت شكل شيء بنسلم فيه وباخي نعيش مع بنياتي باللي جاب